يسعد صباحكم مشاهدين برنامج صباح الشرقية بحلقة بداية الأسبوع. نتمنى لكم بداية كلها نجاح وسعادة وطاقة إيجابية، ويسعد صباحك يا زين. يا صباح الخير علي زهراء وعلى كل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. نبلش وياكم حلقتنا لهذا اليوم، والبداية مع العناوين. كثيرين من الأشخاص يهمهم تربية الحيوانات في منازلهم، وهناك من يتعلق بهذه الحيوانات وتترك لديه ذكرى جميلة. لذلك حبينا نسأل، هل تهوى تربية الحيوانات في المنزل؟ وما أكثر حيوان تعلقت به ولماذا؟ هذا هو سؤال تفاعلنا لليوم. وكيفية تسليط الضوء على البراندات أو الماركات المحلية وجعلها بمستوى مميز، هذا ما ستحدثنا عنه خبيرة الصوت والصورة علياء العقالي. ومن البصرة سنتعرف على صناعات تراثية يدوية لا تزال مطالبة عند الناس. أما في الأخبار المنوعة، بريد إلكتروني مهمل غير حياة سيدة وجعلها مليونيرة بعد أشهر من وصوله إليها، وشابة تستخدم هاتفها في حفل زفاف صديقتها لتقطع الأخير علاقتها بها بشكل كامل، والأسباب نتعرف عليها في حلقة اليوم. مشاهدينا، من العناوين راح نروح إلى سؤال التفاعل لليوم. هل قمت من قبل بتربية حيوان وتعلقت به وما هو؟ أكيد تقدرون تقولونا عن طريق نسخكم لQR كود الظاهر أسفل الشاشة اللي راح يأخذكم لصفحتنا على الانستغرام. تقدرون تكتبولنا إذا عندكم أو كان عندكم حيوانات أليفة وأنتوا تعلقتوا بها، وليش صار هذا التعلق؟ أنت صار وياك هذا الشيء؟ أنا كلش صار وياي هالشيء، بحيث قررت إنه ما أربي بعد حيوانات، لأنه زين نرضى ما نرضى إذا بقى ويانا هذا الحيوان شهر واحد فقط لازم نتعلق به. فأنت صار وياك من قبل؟ أنا ربيت يعني طيور وأسماك، بس ما لحقت أتعلق بهم الحمد لله. يعني بعدك بالسيف سايد. سيف سايد. خلينا نشوف رأيكم أنتم مشاهدينا منبلش حلقتنا. إذن مشاهدينا، تربية الحيوانات في المنزل هو من الأشياء المحببة عند الكثيرين، ومنهم من لا يستطيع دون أن يكون معه حيوان أليف في المنزل، بينما الآخرون يعني في أكو أشخاص يحبون الطيور والقطط والكلاب، وأكو هواية عندهم قصص يعيشوها مربو الحيوانات مع حيواناتهم الأليفة. أكيد زين، هاي التربية ممكن أن تخلي الشخص يتعلق كلش بهاي الحيوانات، لذلك يحاول دائما تأمين الراحة لهذا الضيف اللطيف الموجود عنده بالمنزل. ولكن هناك أيضا فئة ترفض أن تربي حيوانات من بعد تجربة ممكن يعيشوها، خصوصا بعد فقدان الحيوان اللي كانوا يربوه ويترك أثر جدا كبير بحياتهم. من هذا المنطلق حبينا أن نسألكم مشاهدينا سؤالنا الافتراضي لحلقة اليوم، هل تهوى تربية الحيوانات في المنزل؟ وما أكثر حيوان تعلقت به ولماذا؟ والله في المنزل ما أحب أربيها نهائيا. اللي أحب أربي الطيور الصغيرة، مثلا العصافير، الكناري، البلبل، بس الحيوانات لا، ما أحب تربيتها نهائيا. أحب أكثر شيء تريد عناية، وأنا ما عندي ذاك الوقت، وخاصة الموظفات. أنا عندنا ماما عندنا أرنب أربيها، ما عندي ذاك الوقت، مهتمة بجهالي أكثر، مهتمة بالبيت ودوام، بعدين حيوانات لا ما أحب. ابني شلون يهتم بهذه؟ ابني عنده هواية بالحيوانات بشكل مو طبيعي، يعني يقول لك كل حيوان وين يعيش وبيا دولة، والحيوانات اللي انقرضت، يعني بحيث أكو حيوانات أنا استغربت وما صدقته، حوت اللي هو حوت الأوركا، هاي أول مرة أسمعه أنا، هو يقول لي وشنو سبب انقراض الحيوانات، وحافظ أسماء الحيوانات حتى باللغة الإنجليزية. تشجعين على تربية الحيوانات مستقبلا؟ أشجع، لا، أنت سأله شوف شنو يريد يصير بالمستقبل، يريد يصير طبيب بيطري. هي أكيد، ما يعني ماكو بيت يخلى من هذا الشيء، لو بزازين، لو الكلاب. شنو نوع مثلا
الحيوانات؟ أنا بالنسبة لي أحب الكلاب، يعني أحب تربية الكلاب وخاصة النوع الجيرمان، يعني هذا النوع اللي أحبه. تربيتهم مو صعبة؟ لا بالعكس سهلة، خاصة إذا تجيبه من هو صغير يعني تكون سهلة عليه. والله نعم شيء حلو بالمنزل، شيء لطيف، والحيوانات الأليفة طبعا مثل طير الحب والبلبل والطيور والبزون الأليفة حاليا متوفرة بالعراق، وشيء حلو بالبيت ترهيفي. عندك انت تربية حب؟ نعم نعم، عندي بلابل، طيور حب، عندي حمام زينة. الأنواع الحيوانات أنواع حنا وأنصاف، فكل من هوايته، اكو ناس تحب تربي حيوان فاعل يعني شديد يعني فاليوم انا احب افضل يعني كرم السامع يعني الكلب اللي احب اربيه لان احس فيه باب الوفاء. زين انت برايك حلو او هوايه تربيه الحيوانات اليوم في المنزل ما لها مضره او اكو ناس نافعه بيها لمنزلها، واكو ناس لا تريد تسليه يعني وقت، وين هو شغلته بس قاعد بالبيت ويربي. نعم احب الحيوانات، واضافه الى ذلك مربي حيوانات بالبيت، احب الاليف، حيوانات الاليفه مثل البزازين، الكلاب، اهتم بهم، وكنهم نلعب وياهم، طاقة إيجابية إضافة إلى ذلك بالبيت، شوي نغير جو وياهم، نطلع وياهم، نطلعهم ونسهم. صراحة تربية الحيوانات هو شيء حلو، بالعكس تعرف الحيوان إنه هو ينطي ألفة بالبيت، ينطي فد فرحة، ينطي فد اهتمام إنه أنت عندك شيء تهتم به، وبالمقابل تشوفه إنه هو خصوصاً يكبر قدامك، في حال إنه كان الحيوان ما عنده ضرر، بس تعرف أغلب العوائل حالياً لازم عندهم شخص بالبيت ما يتقبل فكرة الحيوان، لازم إنه يكون كتحسس، كخوف، كشمئزاز. فيعني تلقى اغلب العوائل عندها حب تربيه الحيوانات، بس عندها فد مانع انه اكو شخص ما يقدر يتقبل هاي الفكره. هو اكيد يعني شيء حلو بالمنزل، يعني تشيل من عندك طاقه سلبيه، بس بالاخص انا عندي قطط اثنين، ثلاثه وفحل، جاي يعني تونس عليهم، يعني تجي من الدوام تشيل من عندك طاقه سلبيه، يعني شيء حلو. اي نعم تربيه الحيوانات حلوه، كلش حلوه وضروري بالمنزل، يعني كلش ضروري. الحيوانات؟ نعم الحيوانات اللي يتم تربيتها؟ والله يعني الحيوانات الأليفة أكثر شيء، مثلا الدجاج، الطيور بأنواعها، يعني بلبل، كناري، يعني على الحيوانات كلها حلوة، وحيوانات كلش حلوة. يعني مو أي حيوان، مثل يعني طيور الحب، طيور الزينة، هاي حلوة بالبيت، لكن القطط والكلاب هاي يعني لا، خارج المنزل تنقل أمراض، فما يعني ما أمن. تشوفين أولادك مهتمين بهذه الأمور؟ لا. أو يلحون عليك لأمك اليوم؟ لا لا بالعكس ما يحبونها. ابني يحب طيور الزينة، طيور الغندور يعني عنده بالبيت، كل شيء يهتم بيها ويحبها. لكن الحيوانات اللي يعني الناس هاوية تربيها بالبيت؟ لا، ما يحبونها. إذن هاي عودة لكم مشاهدينا، شفنا آراء الأشخاص اللي طلعوا بالاستطلاع، وأيضا صار عندنا بعض التعليقات الحلوة اللي بدأوا الأشخاص يكتبون حيواناتهم الأليفة، منهم اللي عندهم أوردي حيوانات وهم يهتمون بيها ومتعلقين بيها، ومنهم اللي يشوف ويباوع بالتلفزيون ويتمنى يكون عنده حيوان أليف ويربيه مثل ما دا يشوف. الموضة حاليا هي بالسوشيال ميديا البزازين، زهرة. بزازين صح، خصوصا البنات كلش يحبوها اكثر من الشباب، احس الشباب يميلون، احس مثل البنيه هيك تحب تدلع البزون والبزون اثنيناتهم هيك مو احس انتم الشباب تحبون يمكن الشلاب اكثر صح، تميلون انه تشوفون الشلاب اكثر ممكن. اي اكو وفا واكو يعني احس الكلب يتفاعل صح، البزون فعلا. ما احس نايطه اكثر. اي بس هم حلوه، يعني احنا نحب البزازين، واهم شيء انه هي كل
كلش نظيفة فتسهل علينا هاي العملية بنفس الوقت. بس بنفس الوقت شفت الأشخاص كاتبين كلش عن الطيور، يعني أكو ناس متعلقة بطيور مثلا. هنا أنا أحمد كاتب كان عندي بلبل بس مات وظلينا يومين بالبيت كلش مكتئبين. أكو أشخاص ممكن يكتبون حيوانات همينة ما تكون أليفة جدا متعلقين بيها، وأكو أشخاص حتى كاتبين عندهم قرد بالبيت، ما أعرف هاي ممكن يضيف نوع من التسلية وتكون ممكن يعني بعض شوي يعني هيك شوي غريبة إنه مو مثل حيوانات اللي إحنا متعودين نربيها داخل بيوتنا، لكن تبقى كل واحد وذوقه. إذن مشاهدينا المشاريع المحلية الصغيرة صارت تأخذ انتشار واسع في الفترة الأخيرة، ومنها اللي توسع وصار علامة مسجلة ويمكن من خلال صاحبها المشاركة بها بالمهرجانات صار هذا الشيء أكيد فعلي. وفي أيضا يمكنكم مشاركة في معارض عالمية ليس فقط العربية، وحتى يكون الشخص وصل لهالمرحلة أكيد أكو العديد من الأشياء اللي تمسك بها حتى يكون ويكون البراند وصل لهالدرجة. فأكيد اليوم إحنا ويانا صارت علياء العقيلي حتى تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع، وشلون ممكن واحد يعني يتعلق ببزنس مالته وينجحه ويسجله ويطوره أكثر وأكثر. صباح الخير عليك علياء. صباحك علياء، نورتينا. شكرا منونة. علياء اليوم بدنا نحكي عن البراندات المحلية، شنو يعني البراندات المحلية وشنو أهميتها؟ البراندات المحلية المقصود بها هي أي منتج يعني يصنع داخل البلد، سواء هو المنتج أو الخامات. يعني مرات بعض الأحيان المنتجات تكون الخامات مو من داخل البلد، لكن الأيادي المساهمة بإنتاجه هي أيادي من داخل البلد، والجزء الآخر اللي يكون هو الخامات والأيادي والمصنعين كله هو من داخل البلد. هذا المقصود ببراندات محلية. أهمية البراندات المحلية أهمية جدا كبيرة، لأنه هي تساهم بالانتعاش الاقتصادي للبلد. هذه أول نقطة وهي جدا مهمة، بالتالي هي تحافظ على العملة داخل البلد. إحنا بدل ما نشتري بضاعة أجنبية نحن نشتري البضاعة المحلية. النقطة الثالثة أنه هي اللي حتشغل أيادي عاملة، يعني أي منتج يحتاج إلى مجموعة يعني إلى مسيرة من الإنتاج وإلى أن يكمل ونشوفه إحنا قدامنا. هذه المسيرة من الإنتاج تحتاج أيادي عاملة، وبالتالي إحنا رح نشغل أيادي عاملة ونساهم أنه تكون أكو فرص للشباب أنه يشتغلون. جميل. زين بدنا نشوف أنه بين فترة وفترة بسبب هالبازارات العالم يعني تكون مقبلة أكثر لشراء المنتجات أو البضاعة المحلية، وخصوصا اذا كانت براندات. عندي اشوف هسه مؤخرا يعني براندات ملابس، هذا الشيء اللي ما كان عندنا يا قبل، هسه صار عندنا. العالم شلون ممكن تجيب الثقه وتبدي تشتري ولو احنا دا نشوف اكو حركه اقبال للشراء هاي المنتجات؟ صحيح، هو المنافسه بصراحه قويه للمنتج الاجنبي مقابل المنتج المحلي. المنتج الاجنبي مدعوم من قبل الدولة المصنعة إلى، يعني عندهم هواية يعني فرص للصناعة، عندهم فرص لتوفير المواد الأولية اللي يحتاج الإنتاج بالنسبة كصناعة أزياء. بالتالي أسعار المنتج الأجنبي تكون أقل من أسعار المنتج المحلي، لأنه إحنا نعاني من صعوبة الحصول على المواد الأولية. ما عندنا يعني مصانع توفر المواد الأولية عن طريق بحيث نستخدمها حتى نصنع الملابس. لكن احنا بحاجه انه ندعم المنتج الوطني، ودا نشوف اكو دعم للمنتج الوطني، واكو هوايه مصممين دا يظهرون وشغلهم دا يكون حلو بمستوى عالمي. لاسباب اللي ذكرتها بالبدايه، احنا بحاجه انه ندعم المنتج الوطني لانه حتى نوفر اكيد العمله الصعبه تكون داخل البلد. صحيح. وايضا حتى ننقل التنافس صناعتنا مع الصناعات الاخرى اللي خارج البلد، وايضا مثل ما قلت نوفر العمله الصعبه، نوفر العمل الايادي العامله اللي موجوده داخل العراق. زين شنو هي ممكن نقول المشاكل اللي تواجه هاي الأزياء المحلية أو المشاريع المحلية؟ المشاكل، أول مشكلة هي يعني الدعم شوية قليل. احنا بحاجة إلى دعم كبير بالنسبة للبراندات المحلية، لأنه بالتالي هو عملية إنتاج، وأي عملية إنتاج تحتاج إلى مراحل مثل ما قلت مطولة، وهذه المراحل كل مرحلة منها تحتاج إلى دعم من مؤسسة معينة. إضافة إلى المواد الأولية، المواد الأولية بصراحة إحنا المنتج أو دي صنع الأزياء البراندات المحلية داخل العراق دا يستورد أقمشة من خارج العراق، وبالتالي هي لحتكلفة مبالغ باهظة
من يجي يصنعها القطعة يصنعها رح تصير غالية بالمقارنة بالبضاعة الأجنبية اللي موجودة، حتكون يعني يقولك أنا راح أشتري هاي البضاعة الأجنبية أرخص لي ويعني أصرف لي يطلع وما أشتري بضاعة محلية وهي لأن هي مكلفتها أصلاً المصمم. فإحنا بحاجة إلى توفير مواد أولية، مصانع توفر مواد أولية للمصنعين للملابس، وبحاجة إلى دعم تسويقي للبضاعة المحلية. إحنا بصراحة كنا سوقنا للبضاعة الأجنبية، سوقنا للمنتج الأجنبي أكثر من المنتج المحلي. إحنا بحاجة لأنه نسوق صحيح للمنتج المحلي، وبالتالي المصمم أو المصنع اللي يصنع الأزياء يتشجع أنه ينزل للسوق ويصنع أكثر ويبدأ يدخل بالموديلات الحديثة. إحنا شوية مقتصرين على موديلات معينة ده نشتغل عليها، يعني المصمم يشوفه يعني يقول لك أنا بالسادس السليم ما أريد أجازف ومبالغ كبيرة وأصنع وبعدين هاي ممكن ما تنباع. لا بالعكس، هو من يشوف أكو حركة وأكو طلب على البضاعة المحلية خصوصا الملابس الجاهزة اللي هي الديلي اليومية احنا نلبسها رح يتشجع يبدي يشتغل أكثر، يبدي ينزل منتوج أكثر بالمنطقة اللي هو موجود بيها. زين علياء، شلون احنا اليوم نقدر ندعم؟ يعني احنا صح نقول هواين رح ندعم صح. ونحب ندعم صح. بس شنو هي أساليب الدعم؟ ممكن عرفنا الجهات المسؤولة أكثر يمكن بتسهيل الاستيراد و يعني المواد الأولية، بس احنا همنا اليوم شلون ممكن ندعم هذا الشيء؟ احنا اكيد هو الاختيار راجع عنا، يعني احنا نختار البضاعة المحلية. يعني احنا ممكن انه شوية ننطي مجال للبضاعة المحلية مالتنا وندعم المصممين الموجودين والمصنعين، نشجعهم على الاختيارات الصحيحة. بالتالي احنا المصممين مالتنا يعني هسه بدأوا يدخلون هذا المجال وهسه بدأوا يدخلون هذه الصناعة، فبحاجة انه ليش لا احنا نوجههم انه انت ليش ما تصنع هيك بوفق ما المصانع العالمية شلون دا تصنع الموديلات شلون دا تنزل بالسوق، صنع من هذه القطع حتى احنا نشتريها نقدر نشتري من عندك. ونشجعهم اكيد احنا نتسوق هذه البضاعه دائما نتحدث بها، ليش ما مثل ما سوقنا غير بضاعات ايضا نسوق، بالتالي هي بضاعه محليه واحنا رح نساهم مثل ما قلت انه رح ننعش الاقتصاد الداخلي مالتنا. زين شلون ممكن علياء تاثر هاي على ثقافتنا ثقافه بلدنا خلينا نقول بشكل عام انه هاي المشاريع شلون ممكن تاثر؟ أكيد هي لح تقدم صورة أنه هذا البلد عنده ادعاش اقتصادي، عنده تطور، عنده صناعة متطورة وحديثة داخل هذا البلد. بالتالي هي أيضا إحنا في ظل هذه المنافسة العالمية لإثبات الصور، كل دولة تثبت صورتها، إحنا لح ندخل بهويتنا وبصناعتنا إحنا أيضا لح نثبت صورتنا بهذا الامتزاج والاختلاط العالمي اللي دا يصير. لأنه هي أنت من تقدم هويتك، أنا أعتقد يعني ودا أشوف المصممين العراقيين دا يقدمون هويتنا بطريقة متحضرة وجديدة وحلوة وعصرية، يعني الأزياء صح تميل إلى الجانب التراثي وأكيد هو بتأثير البيئة المحيطة للمصمم، لكن بيقدمها بيحاول يقدمها بشكل عصري، وبالتالي من يقدمها بشكل عصري احنا لحنقدم انا اقول الازياء هي عباره عن قصه حيه مراه لهذا المجتمع ومدى تطوره وحضارته. انت شقد تقدم هذه الصناعه شقد لح تثبت بانه هذا المنطقه متحضره ومتقدمه كصناعه وكاشخاص بالابتكار وبالابداع. قيبيل انت بما انه انت يعني خبيره بالمظهر والصوره وتعرفين تميزين اليوم الماركات خلينا نقول بالتحديد الملابس يعني اوتفيتس اليوم صاركوا بيج كومبيتيشن وصاركوا منافسه كلش قويه. اليوم شلون تقيمين المنتجات العراقيه اللي تصنع بايادي مصممين عراقيين، اختيار الالوان هل هو يتماشى مع متطلبات الترند الحالي او العصر الحالي او لا؟ حاليا بدوا يعني يتغيرون وبدوا يدخلون اللي موضوع احنا كنا سابقا انا اشوف مصممين يشتغلون هوت كوتور اللي هي البدلات والفساتين السهره هسه لا بدوا يشتغلون الملابس ريدي تو وير ملابس جاهزه. فاكو تطور بنوع الصناعه وبنوع الازياء وهذا بتاثير عروض الازياء الصحيحه، مو عروض الازياء اللي دا نشوفها الغير صحيحه، عروض الازياء الصحيحه اللي صارت دا تصير بالعراق. بدا المصمم يغير تفكيره ويغير توجهه وايضا توجيه الناس المختصين بدأوا يغيرون وجهتهم ونظرهم بصناعة الأزياء وبتقديمها. طبعا خبيرة المظهر علياء العقيلي شكرا تواجدك اليوم ويانا بصباح الشرقية وكل معلومات لطيفين. شكرا جزيلا تسلمون. شكرا جزيلا تسلمون. إذا مشاهدينا نرجع نذكركم سؤالنا تفاعلي موجود على إنستغرام الشرقية، حيوان قمت بتربيته وتعلقت به ما هو ولماذا؟ نقرأ شوي من تعليقاتكم. أنا أقرأ هنا تاركت عندي بزونة وكلش متعلقة بيها
واهتم بيها بنفس الوقت. شنو بعد موجود عندك تعليقات؟ علاويها من اقدر يقول بزون مالتي صار لي مشتري 7 سنوات ولي حدث هو من اقرب الكائنات القريبه من عندي. ممكن هذا الشيء يصير تعرفين زهرة انه الحيوان الاليف بمرور الوقت هو يصير اقرب ما اريد اقول شخص لكن كائن حي قريب للشخص نفسه. اكيد طبعا انا قرات همين ساره تقول صار لي فتره اريد اجيب ارنب لانه كلش احبه بس اهلي ما يقبلون. طبعا مرات نواجه مشاكل انه الاهل احنا نكون متعلقين بالحيوانات بس الاهل يكون عندهم مشكله من ناحيه المكان النظافه فلازم نختار الحيوان الصح اللي يناسب البيئه والمكان والمنزل اللي احنا عايشين به. طبعا مشاهدينا راح نرجع نقرا تعليقاتكم على سؤالنا التفاعلي بعد ما ناخذكم الى تقريرنا اليوم. الحصير والفخار من الصناعات التراثيه اليدويه اللي يمتاز بها العراقيين خصوصا في الجنوب، واليوم راح نروح الى مدينه البصره حتى نشوف هاي الصناعات على الرغم من اختفائها بالفتره الاخيره الا انها ما زالت خلينا نقول مطلوبه من عند الناس، خلينا نقول للمناسبات والاعياد ومنها اللي يعتمدها للصحة. فخلونا نشوف هذا التقرير من مدينة بصر الحبيبة. هذه مال الشموع يستعمل المواليد بيام زكريا، هذا مشان قرقيعان بعد بيام شهر رمضان، هاي يحطون بشكيت ويوزعونها هيك. زين هاي لاوندات هاي يعني شو يعني استعمالها صارت يعني نادر بالبيت ذاك من يخبز بس احسن من القديمات. هذا مال حبوب مال التمر، هاي مال التمر هاي ايام الامبيريه ولا مش كهرباء بعد، هاي بنعمه تبقى عندك ناس سفر وذني هذني هذني ايام الخير. هاي من شناك عيني بايام الخير بايام على قوة بيبيتي ما يدي ود يدك بعد هسه جماعة يدي راحوا. عندك هذا الطبق هذني مشان خبز، هاي المو بي خبز هذا وهذا يذبون عليه خبز ويستعمل الاكل يعني عادي. هاي هاي تاخذ الاربع نفرات عليها حتى بركة بيها حتى مطلع نعمة الله عليها ما تتلف. وهذا حتى من يحطون بيه الخبز ما يتلف. وهذا البل بعد هذا بعد اخر كان قبل يفرشون العرس التوب يحطون هذا الشربات من هذا اللي امه تحبه في بيته عند خاله. هاي الجرات هاي مال ماي تنقي الماي، هذه تنقي ماي هي هاي وهي السراحيه، هذا يعتبر بيه علاج الماي بيها ماي علاج بيها. هاي ايام الفرح وايام اياد نيروز ايام زكريا الطبلات والمزاهر، المزاهر بانواع يعني. وهذا كله فخاري، هذا أغلبية الفخاري تصدير من إيران يعني، بس ما عدا هذا كله عراقي. ذني عندك كل الأنواع عندك هنا، هاي عندك السطر هذا الترامز أميرة. والله المهنة صارت ناقة حقيقة يعني. نعم. أول شيء مستوى المعزة، ثاني باب رزق، أكو ناس عايشة عليه يعني عوائل عايشة عليه. إي وثانيا صحية يعني كلها صحية وثانيا كلها يدوية. وتصنيع كلها يعني كلها بلادي موجودة. ومستوى المعزة والحمد لله وشكرا، لحد أنا عليها إقبال يعني عليها إقبال صحي وعليها إقبال شباب البيوت يستخدمونها شغلة تراثية. ثانيا هي أصلا هاي حافظ المواد، يعني هسه أي شيء تخلي بيه ما يخرب مستحيل. يعني ماشي سوقه ماشي يعني. شنو الانواع اللي موجوده ومتوفره عندك؟ شاينو كل شيء عندنا اطباق مال خبز، عندنا سفر، عندنا لاوندات مال يخبزون بهن، هاي تكرم مكناسه، جيلان مال نصدر بهن سلعه مثل باين وباين للدول والمحافظات، هاي الموجودات، صنع كله بصره. بصره بحته يعني الخصيب للمدينه. خوص كل يعني استعمال داخلي كله من النخيل يعني. خوص نخيل، جريد مال نخيل والحلفه والجريد مال نخيل، ماكو شيء تصل فيه.
يعني ما ما دلوقتي كيما الطبي كله مواد اوليه من النخل عادي يعني اي شيء اي شيء عليها الرغبه عليها رغمين الجره هاي من الماي رغمين الحب رغمين هاي السماله راح تجي مال زكريا وشعبان هاي الدلات الصغار مال انتيكات مال شموع هاي الطلب اي سلعه طلب نجيبها احنا كاي اي مواد عندي يعني يعني اي مواد عندي بس اللي عليها طلب اجيبها انا ما عليها طلب اضرب مكان دائما تنبه هاي الطلب مال عام يجي مثلا في رمضان يصير عليها سحب هاي شغل مال زكريا يجي بشعبان ساعه سحب مو شرط يعني مو دي مثل يعني ضروري يوم يشترونه والله بالنسبه احنا العتق على قولتك محافظين عليه بس بعد هذول جماعه هذول جماعه هذا على قولت يدي الله يرحمه هاي صمات مال خارمات ما يعني كله بلاستيك يعني شغله ثلاث ارباع الاكل كله مو عين بلاستيك شنو موضوع بالزباله هذا اول شيء خدمي اثنين صحي ثلاثه يعني عمر يعني هسه سمره ذاك عليه السنه شنو شويه ما يدفع عليه انت حقيقة البصرة وتاريخها وعمقها الثقافي والتاريخي والأدبي والفني محافظة على التراث بشكل جميل جدا لا يخلو كل بيت بصري من تحفة أو مقتني أو أي شيء ثمين جدا يعبر عن تاريخ المدينة فالبيوت البصرية والعوائل البصرية المثقفة الجميلة تحتفظ وتفتخر بهذا التراث كل بيت يحتوي على قطعة ثمينة من تاريخ هذه المدينة محافظين على هذا التراث وبدلالة على جمال المدينة وعمق المدينة سواء بدلالة فنية بدلالة حضارية شيء من المدينة انعكاسها الثقافي ولكن هي هوية المدينة تبقى ثابتة بهذا العمق التاريخي رجعنا إياكم مشاهدين بعد ما شاهدنا هذا التقرير وشفنا هاي الصناعات الجميلة دائما نحب نسلط الضوء عليها وفعلا صارت يعني رغم إيش قد صارت قديمة بس ما زالت مطلوبة من عند الناس خلي أسأل زين إذا عنده من هاي الفخارات يمكن أمهاتي كلش يحبوها بي بيتي كان عندها هواية كان تحتفظ بيهم تعرفين قبل كانوا يستخدموهم همين اللي هواي أمور أكيد فمو بس الفخارات كل شيء شفنا من الحصير إلى الأمور الأخرى من الشغلات الجميلة اللي احنا نفتخر بيها ونتمنى انه كل بيت على الاقل يبقي قطعة اثرية من هذولا حتى تبقى ذكريات وياها ذكريات الماضي كلها تبقى محصورة بهالشغلات اللي احنا كنا نستخدمها اذا ما اعرف زهراء شنو رايك نروح لفقرة اخبارنا المنوعة لحلقة اليوم وعندنا تعليقات بعد نقرا انا صراحة اقرا تعليقات دا اشوف انه رنا تقول عندي شلب كلش صغير بس توفى بعمر كلش صغير بنفس الوقت يعني تقريبا بعد 5 أشهر وكلش علقنا بي بالبيت نوينا من ربي أي حيوان ثاني شنو بعد شوف التعليقات بهرام دي يقول عندي ديج هراتي ربيته وهو صغير وكمل شبابه وأخذ بطولتين على مستوى العراق هنا حلو بلبل الله يرحمه طبعا اكو هواي حيوانات غريبه عجيبه يعني الطيور ديفيد قال التعليق اللي ننتظره قال الفيل من هو قال الفيل هو قال الفيل انا اخويا كان يريد فيل من هو كان صغير بس ما على سبب شغله كبير طبعا مشاهدينا راح نرجع نقرا تعليقاتكم بعد ما نروح وياكم الى اخبارنا المنوعه واول خبر من يزيد اكيد مشاهدينا اذا باولى اخبارنا راح نبدي بقصة غريبة صندوق البريد غير الهام الكثير منا مشاهدينا لا يهتم لأمره كذلك هو ما حدث مع السيدة كان قد وصلها رسالة على بريدها الإلكتروني في الصندوق غير الهام غير حياتها 180 درجة إذن وبتفاصيل الخبر سيدة قامت بتفقد أوراق أو هي اشترت أوراق لوتو عن طريق الأونلاين في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا الشيء كله إلكترونيا وبعد يعني بعد فترة بسيطة هي دخلت السيدة إلى المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية وبقت فترة طويلة داخل المستشفى لكن بعد أشهر وعن طريق الصدفة قررت أنه تنظف أو تعيد خلينا نقول تفريغ
بريدها الإلكتروني. ومن رسائل العشوائية وعدت إنه تراجعها وشافت إنه أكو بريد يبلغها إنه فازت بمليون دولار أمريكي. سارعت باتصال لمعرفة عما إذا كانت الجائزة لا تزال موجودة أو تم إلغاؤها، لكنهم أبلغوها بأنها موجودة وسيسقط حقها بالمطالبة بها بعد مرور سنة من يعني ربحها لهذه الجائزة. فشوفوا مشاهدينا، مرات ممكن احنا نترك هذا البريد اللي ما نعير له اي اهميه، لكن مرات ممكن يكون اكو رسائل تغير حياتنا. فدائما قبل لا تمسحون، خصوصا للشباب والاشخاص اللي يشتغلون، قبل لا تمسحون تشيكوا البريد. يعني والله انا اقول لك شغله زين، احنا يقول لك انت تجذب الاشياء الك، فاحنا بصراحة الشرقيه دائما نقرا عن يعني الصيف، فيمكن نجذب هذا الشيء. اللوتو مشكله، ماذا نشتري لوتو احنا؟ بس نحكي عليه يلا شي يوم اذا سويته لازم نحطك بخبر صباح الشرقيه. طبعا مشاهدينا من هذا الخبر حنروح الى خبرنا التالي. كثير منا يعلم ان هناك دعوات للعرس تحدد عدم وجود الاطفال بها او اختيار زي معين لحضور الحفله، ولكن ان يمنع استخدام الجوال بشكل عام هذا ما كان سبب رئيسي لخلاف بين عروس وأقرب صديقاتها، حيث التقت إحدى الفتيات اتصال من رقم والدة العروسة أثناء العرس لتخبيرها بأن والدتها نقلت إلى المستشفى وهي بحالة خطرة، الشيء الذي دفع الفتاة إلى الانسحاب من العرس بكل هدوء كي لا تزعج صديقتها العروس وهي بليلة زفافها. ولكن ما حدث فيما بعد لم يكن متوقعا أبدا، حيث قامت العروس بالاتصال باكرا في اليوم التالي للإطمئنان على صحة والدة صديقتها، ولكن لتوبيخها على تصرفها باستخدام الهاتف أثناء العرس، وهو ما خلينا نقول ينفي مطالبة العريسين أنه بضيوفهم أنه ما يستخدمون التليفونات وأنه قطعوا علاقتهم كليا بالصديقة. لو هذا حدث وياكم شو ممكن تتصرفون يا ترى؟ يعني هي اوريدي البنيه طلعت وكان والدتها بالمستشفى، بس انه يقطعون علاقتها بس بسبب استخدام الجوال، ما اعرف جدا غريبه. شو رايك؟ الظاهر هي كل مره يطلعون وهي ما تعير لها اي اهتمام وتكون مشغوله، قاعد حتى بيوم عرسي انت مشغوله شو ممكن يكون اكو قصه طويله لهذا الموضوع. بس فعلاً نشوف دائما نقرا اخبار عن اعراس تكون يعني اختياراتهم، مثلا هم يقولون الضيوف لازم يجون يكونوا لابسين دريس كود معين، مو فعلا؟ فغريبة هاي القصص دائما نسمعها. اذا الى خبر غريب تالي، عند الذهاب الى مراكز التسوق نرى الالعاب او العاب الاطفال يمكن من خلالها ان يضعوا النقود لالتقاط لعب داخل الصناديق الزجاجيه، لكن ما حدث مع ايثان كان عكس ما هو معروف، حيث اعلنت الشرطة الأسترالية بتمكن طفل من دخول إلى لعبة اللاقطة للدمى في مركز تسوق أسترالي، وقد بدأ غير مستعجل للخروج منها عند اتخاذه لهذا القرار. وقالت الشرطة أن إيثان البالغ من العمر 3 سنوات تمكن من دخول إلى الآلة المليئة بالدببة القماشية التي يمكن أو اللي ممكن الأشخاص يحاولون يخلون بها فلوس حتى يلتقطون أحد هاي الدمى، فهو دخل بها بهاي اللعبة وصار بقى بها لمدة من الوقت بين ما أجت الشرطة وقدرت أنه طلع إيثان من هذه خلينا نقول اللعبة وكسرت الجامة وقدرت تطلعه وهو بخير طبعا. لكن الغريب انه الفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه شلون وصل الطفل الى داخل هاي اللعبه. يمكن فايت من جوا اكو فتحه، شو تقول؟ هو المفروض يكون فايت من هناك، ماكو، بس هي هاي اللحظات. بس اهم شيء طلعوه بالسلامه. طبعا زين، خبرنا الاخير راح يكون مرتبط شويه بسؤالنا التفاعلي، لان مثل ما قلنا هواي اشخاص يتعلقون بحيواناتهم، بس البعض راح يفضلون هاي الحيوانات على ابنائهم. خلينا نشوف شلون. المسنين دائما يبحثون على الاهتمام من قبل ابنائهم، هذا الشيء هو عباره عن رد جزء بسيط من اهتمام ورعايه الاباء لابنائهم طول حياتهم اللي مروا بها. ومن هنا اتى قرار مفاجئ من مسنه كانت تبحث على الاهتمام من ابنائها ولكن وجدته فقط في قطتها.
فهناك سيدة بريطانية عاشت يعني كانت عايشة بقلة اهتمام من أبنائها، فكان مطلبها الوحيد الاهتمام، فشافت هذا الاهتمام بعد تعايشها مع قطتها لوحدها، وشعرت بالألفة معهم والاهتمام من قبل هاي الحيوانات الأليفة، الشيء الذي دفع السيدة إلى اتخاذ قرار مصيري، وهو تحويل ثروتها البالغة ما يقارب $3 مليون إلى القطط التي كانت إلى جانبها طول هاي الفترة، وحرمان أبنائها الميراث التي شعرت بأنهم ينتظروه طول هاي الفترة. فما أعرف هل أنتوا تشوفون أنه هذا التصرف صحيح؟ شو رأيك زين إذا كنت بمكانها وشفت هذا الاهتمام ما اجى من اولادك، اجى من القطط، تحول لهم 3 مليون دولار؟ قرار بالنهايه غريب، وما اعرف يعني ايش قد ممكن واحد يفكر هذه المبالغ او هذا المبلغ بالتحديد راح يفيد الحيوانات، بس ممكن اسوي به شيء يكون بخير اكثر، بشيء مفيد اكثر. أيوه. وهم انا ممكن اخلي جزء صغير للقطط اللي جانبي. إذا مشاهدينا، هل أنتم تحبون القطط أو شنو الحيوانات الثانية الأليفة اللي أنتم مربيها وتعلقتوا بها أم لا؟ خلنا نقرأ شوية من تعليقاتكم. شنو شفت بعد حيوانات موجودين عندنا؟ هوايدي يقولون الكلاب والقطط والبلبل والأسماك. القردة ده أشوف أنه أكو كاتبين جماعة صار عندنا أنا أقرأ البغبغاء، كان عندي بغبغاء وصحته مو زينة وتعبان وما عندي أحد يهتم به، فاضطريت أرجع إلى صاحب المكان، بس كلش تعلقنا به لأنه يطي روح بالبيت. فعلا البغبغاء من الحيوانات جدا يطي روح جميلة بالبيت. ودائما شو نقول للمشاهدين زين؟ مع الأسف الوقت الحلو يمر بسرعة. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا، انتظرونا غدا بحلقة جديدة. مع السلامة.